تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعينا الأعزاء، دائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان وصحتكم طبعا. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد السلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صباح الخير جميعا، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية. واليوم عندنا أول خبر تحت عنوان تعرف على أكثر الأطعمة إثارة للحساسية. بنتعرف على هذا الخبر أكثر. وفقرتنا أيضا الثانية فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا هاي المستجدات الزميلة أسماء الجناحي. أما فقرة أنماط الحياة اليوم تحت عنوان صعوبات البلع، وبيكون معنا عبر الهاتف الدكتور حيدر علي وريدان أخصائي علاج النطق، وأيضا بنتعرف مع الدكتور عن صعوبات البلع ومراحل البلع أيضا وأسباب الصعوبات والعلاج والوقاية. وفقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان السمنة عند الأطفال وارتباطها بجائحة كوفيد-19، معنا بتكون عبر الهاتف الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي استشارية غدد صماء والسكري أطفال في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. نرجع مستمعينا الأعزاء إلى فقرة الأخبار، واليوم تحت عنوان تعرف على أكثر الأطعمة إثارة للحساسية. كشف الطبيب الروسي المتخصص في علم المناعة الدكتور فلاديمير بوليبوك المواد الغذائية الأكثر إثارة للحساسية عند تناول الطعام. وقال الدكتور إن أكثر أنواع الطعام المثيرة لحساسية التهاب الجلد وأيضا الأكزيما هي حليب البقر والقمح والحبوب والبيض والدواجن وأيضا الأسماك. وأوضح الدكتور أن رد الفعل التحسسي قد يكون أقل شيوعا ولكنه أكثر شدة، وشدته يمكن مقارنتها مع شدة الحساسية بعد تناول الحمضيات أو المكسرات. ومن جهة أخرى، من الممكن أن يكون اضطراب الجهاز الهضمي أيضا من أحد مظاهر حساسية الطعام، وفي هذه الحالات يكون التشخيص صعبا. وننتقل مستمعين من فقرة الأخبار إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، ومع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. ورفوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالخير والعافية أختي أسماء. نحن هنأخذ أهم الأشياء اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي، وهو نشرة تم وضعها من قبل هيئة الصحة بدبي. النشرة تقول بناء على الدراسات الحديثة من جامعة أكسفورد للقاح أكسفورد أسترازينيكا، والتي بيّنت ارتفاع فعالية اللقاح والمناعة المكتسبة مع زيادة الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية للقاح،
وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، هيئة الصحة بدبي تعتمد مدة 10 أسابيع للفترة الفاصلة بين الجرعتين، الجرعة الأولى والجرعة الثانية للقاح أكسفورد أسترازينيكا. ونوهت الهيئة بأن جميع المستهدفين من التطعيم ستصلهم رسالة نصية قصيرة بموعد ومكان تلقي الجرعة الثانية. ممكن البعض وصلت هذه الرسالة النصية القصيرة على هواتفهم الذكية اللي هي الفترة 10 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، وهي حسب التوصيات وآخر الدراسات وأحدثها اللي صار بخصوص لقاح أسترازينيكا. في كثير من الأشخاص قاموا يحطون بعض الملاحظات والتعليقات على النشرة، من أهمها من بعض الأمور مثل هل متى سيتم أو ما هي الفئات اللي حاليا تستهدفها هيئة الصحة. الهيئة حاليا تعمل تقديم الخدمة لكبار المواطنين وكبار السن، أيضا أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. بالنسبة للمهن الحيوية وخط الدفاع الأول، يتم التنسيق المباشر بين هيئة الصحة بدبي وبين المؤسسات. أيضا من ضمن الأسئلة اللي كانت وصلتنا شو عن باقي التطعيمات والمدة اللي بينهم، المدة بين أكسفورد أسترازينيكا الجرعة الأولى والثانية هي 10 أسابيع، أما لقاح فايزر بايونتك اللي هو 21 يوم، ولقاح سينوفارم اللي هو ما بين 21 يوم إلى 28 يوم. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا عن أخذ الجرعة الأولى بعد الإصابة بكوفيد، تقدم هيئة الصحة الخدمة بعد 3 أشهر من الإصابة بالمرض. نأكد أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي تقدم خدمة تطعيم كوفيد هي من خلال المواعيد المسبقة. ممكن الجميع أن يأخذ الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App، ومن خلال الرقم المجاني هو 8342. هذا طرق ومهم جدا، هيئة مراكز التطعيم لا تستقبل الحضور دون موعد. ونأكد أيضا قبل الختام بأهمية أخذ الإجراءات الاحترازية، منها غسل اليدين، لبس الكمامة والتباعد الجسدي لسلامتهم وسلامة المجتمع. ودمتم بالصحة والسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا جزيلا لك أختي أسماء على هذا التوضيح وأيضا المستجدات الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء، قبل أن ناخذ فاصلنا الأول اليوم، نحب أيضا نذكركم بمراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. مراكز الفحص مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، جميع مراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي الخاصة لأخذ اللقاح بشكل عام، اللقاحات يجب أن تكون بمواعيد مسبقة. ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، وأخيرا مركز السيلي الصحي. أما بخصوص المراكز الأخرى، مجلس أيضا من المراكز المتخصصة لفحص كوفيد 19 بموعد مسبق، مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة وأيضا نادي النصر الرياضي. طبعا بخصوص مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة، أوقات العمل من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساء، أما نادي النصر الرياضي من الساعة 7:30 صباحا وحتى 1 ظهرا. أما مراكز الفحص التي لا تحتاج إلى موعد مسبق، منصات فحص كوفيد 19 الخاصة بمراكز التسوق، وهي مركز أو مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة، وأوقات العمل من يوم الأحد إلى الأربعاء من 10 صباحا إلى 5 مساء. نطلع فاصل مستمعين الأعزاء، وبعد الفاصل عندنا فقرة أنماط الحياة، واليوم تحت عنوان صعوبات البلع، وبيكون معنا عبر الهاتف الدكتور حيدر
علي وريدان أخصائي علاج النطق، واليوم حديثنا بيكون معاه عن تعريف صعوبات النطق ومراحل تعريف صعوبات البلع ومراحل البلع وأسباب الصعوبات وأيضا الحلول والمضاعفات. ويمكنكم أيضا التواصل معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما مستمعين الأعزاء في تواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. وناخذ فقرتنا الثانية اليوم، فقرة أنماط الحياة. مستمعين الأعزاء، دائما ما نأخذ عملية البلع كأمر طبيعي، موضوع نمضغ فيها الطعام عبر الفم وللوصول إلى المعدة، ولكن قد يواجه البعض بعض الصعوبات والمتاعب الكبيرة في بعض الأحيان في تلك العملية، وهو ما يسمى صعوبة البلع. اليوم يشرفنا أن يكون معنا للحديث عن هذا الموضوع عبر الهاتف الدكتور حيدر علي وريدان أخصائي علاج نطق. دكتور حيدر، صبحك الله بالخير والعافية. بالخير يا رب. دكتور حيدر، كيف حالك الغالي؟ الحمد لله رب العالمين، اشتقنا لصوتك والله. الله يبارك فيك ويحفظك دكتور حيدر، والله نحن نتشرف بوجودك معنا وأيضا مواضيعك المهمة والجميلة الحقيقة. شكرا لك دكتور، وشكرا لوقتك أيضا. تسلم. الله يحييك دكتور. نحن مثل ما ذكرنا يعني في البداية، عملية مضغ الطعام يعني كثير من الناس تعتقد أنه شيء طبيعي وعادي، ولكن في بعض الناس تواجه هاي المشاكل، صعوبات كبيرة في تلك العملية. نتعرف دكتور على يعني ما هو تعريف صعوبات البلع في البداية. طيب، في البداية أحب أذكر أنوه إلى نقطة مهمة جداً، أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. نعم. ومن ضمن هاي النعم الكبيرة اللي ربنا أنعم علينا اللي هي مسألة البلع. صحيح. مليارات الناس يوميا تقوم بهذا الشيء دون أدنى تفكير كيف بلعنا وكيف أكلنا. فالأمور هاي مثل سيستم، ربنا جعلنا سيستم أمان يحمينا بشكل يومي. صحيح. ولكن لازم نتذكر أن في من هالمليارات الناس في ناس عندهم صعوبة في البلع، وممكن لا سمح الله يؤدي إذا كان بشكل كبير عندها المشكلة، ممكن لا سمح الله يفقد حياتها بسبب صعوبة البلع. فنحن في كل يوم يعني لازم نشكر الله سبحانه وتعالى، لأن بالشكر تدوم النعم أكيد. صحيح. هاي واحد. اثنين، أيضا لازم نتذكر نقطة مهمة جدا، أن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني ربنا جعلنا إذا ننظر لأنفسنا لكل الأشياء اللي أعطانا إياها. نعم. فأكيد نحن هالشيء يزيدنا ثقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى. صحيح. بالنسبة لموضوع البلع، طبعا حتى نعرف صعوبة البلع لازم نعرف تعريف اللي هو البلع الطبيعي. البلع الطبيعي هو وصول الطعام والشراب بشكل آمن في جميع مراحل اللي هي الخطوات لين نوصل للمرحلة الأخيرة. فهي بشكل يعني بشكل مبسط اللي هو وصول الطعام بشكل آمن، ولكن إذا كان في أي مرحلة من المراحل واجه صعوبة فنحن نعرف أنه عنده صعوبة بلع. نعم. ايضا دكتور نحن تفضل دكتور. بس طبعا نحن انا اتكلم اليوم حتى اكون صريح، انا اتكلم من منظوري كاخصائي نطق، لان الموضوع البلع يتدخل فيه اكثر من جهه. وطبعا الدور الاكبر طبعا للانف والاذن والحنجره لهم دور كبير في الموضوع هذا، فما بي يعني اغطي على دورهم. فنحن كتيم متكامل مع بعض، نحن نصب في مصلحة المريض لا شك. وحتى دكتور انا صراحة يعني مع بداية الحلقة يوم عرفت الفقرة قلت صعوبات النطق. لا ما في اي مشكلة، ما هو اصلا اللي عنده صعوبة في البلع في الغالب العضلات هي نفسها، كمثال اللسان مسؤول عن. صحيح. البلع وايضا مسؤول عن النطق. ففي الغالب نسبة لا بأس فيها ايضا اللي يكون عنده مشاكل
في البلع قد يواجه أيضا صعوبة في النطق. صحيح. يعني أنت في ضمن المجال يعني ما أخطأت. الله يبارك فيك دكتور. قبل أن ننتقل إلى مراحل البلع، دائما في هناك بعض الـ يعني التساؤلات عن المضغ الطبيعي. أنا أسمع الحقيقة أن يعني يجب على الشخص أن يعني يمضغ الطعام بشكل سليم وبشكل صحيح قبل البلع. هل ممكن تحدثنا دكتور في هذا الجانب، كيف يكون مضغ الطعام بشكل صحيح قبل البلع؟ صحيح. طبعا هاي من ضمن المراحل الأولى اللي هي المراحل استقبال الطعام. المرحلة الأولى هي من أهم المراحل، لأن إذا تم تهيئة الطعام بشكل سليم وبشكل أنه يكون مهيئ بدون ما يشكل أي خطر على شخص أثناء مرحلة البلع، فيعتبر هاي من ضمن الأشياء جدا سليمة. من ضمن الأشياء السليمة أن يكون عندنا أسنان يعني تكون جيدة، أوكي، لأن الأسنان صحة الأسنان تلعب دور كبير أيضا، أوكي، في المضغ السليم. أيضا عدم الاستعجال، التنفس بشكل جيد، عدم لأن العجلة عادة تؤدي أن الإنسان ما يكون مركز. نتيجة عدم التركيز أحيانا قد يفقد السيطرة على اللي هو الطعام نفسه. صحيح. انتقل دكتور عيل على مراحل البلع لو تحدثنا، وأكيد هناك في صعوبات مثل ما ذكرت في البداية دكتور لو نتحدث في هذا الجانب. طيب المرحلة الأولى اللي يسموها المرحلة التحضيرية، أوكي، في البداية نستقبل الطعام من خلال الشفايف، فلازم الشفاه نفسها تكون قوية متماسكة. واحد، لأن في بعض الأطفال أو حتى الكبار في السن يكون عنده اللي هو سيلان اللعاب بشكل واضح وكبير، فهذا مؤشر يعني عنده ايضا اللي هو عدم تماسك الشفايف بشكل طبيعي، اوكي. فهي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه اللي ذكرتها حضرتك اللي هي المضغ السليم والجيد. صحيح. بحيث ان الشيء اللي نمضغه يتحول شكله كشكل تقريبا نسموه بولس، مثل كانه كره صغيره، اوكي، يتم دفعه من خلال اللسان، مقدمه اللسان الى الخلف، فمجرد ان توصل للخلف سبحان الله. هني هي النقطه اللي هي جدا مهمه، إنه مثل كأنه عندنا سنسر قوي، سنسر رباني من عند رب العالمين. يرسل إشارة بحيث أن الصمام، في عندنا صمام نسميه صمام الأمان، اللي هو يغلق تماما القصبة الهوائية بحيث يمر الطعام والشراب بشكل آمن للمريء ومن المريء إلى المعدة. طبعا في المعدة يتم هضم الطعام أكيد، أوكي. فهي هي المفروض المراحل السليمة المفروض تتم بشكل آمن. نعم. أيضا دكتور أكيد يعني مثل ما تفضلت بأن هناك بعض الناس قد يكون عندهم هاي النوع من المشاكل وعندهم أيضا صعوبة في تلك العملية، فكيف دكتور تكون يعني سبل العلاج والحلول، وأيضا إذا نتحدث معك إذا كانت هناك مضاعفات كيف تكون هاي المضاعفات ومستوى المضاعفات أيضا من ناحية الخطورة على الإنسان؟ طيب إذا سمحت لي بس بشكل مختصر أنوه بس على اللي هي أسباب أو شيء، خلينا نرجع على أسباب وبعدين نتكلم على العلاج إن شاء الله. جيد. بالنسبة للأسباب في عنا، خلينا نبتدي من الولادة، في أطفال نسموهم الأطفال الخدج اللي هم قاصرين عن المدة، أوكي. صحيح. فنتيجة كمثال لما يكون وزنه أقل من كيلوغرام الطفل فيكون عنده ضعف عام في العضلات، فهو ولد فرضا بدأ الشهر التاسع ولد على الشهر السادس فرضا، فيواجه في نسبة كبيرة من الأطفال، طبعا أنا أتكلم بشكل عام يعني طبعا في استثناءات بس بشكل عام أطفال الخدج يواجهون ويكون عرضة خطر بالنسبة لموضوع البلع. هاي واحد. الأطفال أيضا اللي يولدون يكون يتعرضون للشلل الدماغي نتيجة نقص الأكسجين وعدم وصوله للدماغ، فيكون عندهم تلف في الخلايا وعندهم ضعف في العضلات. في بعض أنواع، هناك أنواع من السندروم يكون عندهم اللي هو ضعف في العضلات نفسها. وعندنا أيضا بالنسبة للكبار السن يتعرضون للجلطة الدماغية مثل ما هو معروف، تؤدي أيضا إلى عندهم صعوبات في البلع. والحوادث بشكل عام، أوكي، أو مثل فرضا حادث سيارة سواء كان كبير أو صغير، الشخص لما يتعرض الدماغ لنوع من الضرر الكبير فممكن يأثر أحيانا إلى البلع. هي بالنسبة للأسباب. بالنسبة لطرق العلاج طبعا يتدخل فيها مثل ما قلت أكثر من شخص، ولكن دائما نحن ننصح في الدرجة الأولى نسوي دراسة بلع اللي هو في قسم الإكس راي، يسوي دراسة بلع حتى نتأكد أن الطعام يمر بشكل آمن، أوكي. هاي واحد. مجرد أن أخذنا الأوكين صار أن الطفل ما عنده أي مشكلة في البلع إلا اللهم عنده ضعف،
فنبتدي في التمارين اللي هي تقوية العضلات سواء في المرحلة التحضيرية أو مرحلة اللي هي المريء أو مرحلة شو يسمون في بعض التوجيهات طبعا احنا نسميها ننصح فيها الأهالي كيف يقسمون الوجبات. فرضا الطفل يمكن اليوم كامل ما يأكل إلا 10 ملي فنبتدي لأنه يضعف السبب أنه نتيجة ضعف العضلات ما يكمل الوجبة اللي هي المفروض المقررة فيتم تقسيم الطعام على شكل مراحل الجلوس السليم التمارين اللي هي قبل فترة اللي هي الطعام أو الوجبة الطعام فجدا مهمة بالنسبة للطفل بحيث أنه نهيئ العضلات نحفزها بحيث أنها تكون جاهزة للبلع. هي بالمجمل نحن اللي هي العلاجات اللي نقدمها بالنسبة للطفل. نعم دكتور عندنا دقيقة وحابين خلال الدقيقة هاي تخبرنا متى ممكن على الشخص يعني أنه يقوم بزيارة الطبيب ومن بعدها إذا تتفضل دكتور تعطينا أو تعطي مستمعين الأعزاء بعض النصائح حول موضوع صعوبات البلع. بعون الله. أوكي بهالدقيقة إن شاء الله استغلها بشكل حلو بعون الله. شكراً طيب. دكتور. بعون الله. أوكي. طبعاً بالنسبة لل. دكتور. بشكل عام دكتور عفواً دكتور حيدر عندنا اتصال بنشوف احتمال يكون على نفس الموضوع تفضل. حاضر. ألو. أي. ألو. سلام سلام عليكم. سلام مرحبا أخويا. أخوي أنا عندي استفسار. منو يعني عفواً؟ أبو شاهين. مرحبا أبو شاهين. كيف حالك أخوي أبو شاهين؟ شاكرين لك تواصلك مع برنامج صحة وسعادة ويانا حاليا الدكتور حيدر تفضل أخوي أبو شاهين. يا مرحبا يا مرحبا الله يرحمك تفضل. أنا عندي استفسار بالنسبة مثلا أشخاص اللي يأكلون أكل بسرعة زين في ناس تأكل مثلا أكل بسرعة قريت أنا من زمان إن في واحد معمر أمر يوم سألوه شو السبب إنك أنت عمرت قال أنا مثلا أكل اللي أكله مثلا يعني في ساعة ساعة ونص أيس أمغب الأكل هذا ليه ما يستوي لين بعدين أكلها. أنا بغي أسأل الدكتور هل هذا يعني يأثر اللي يأكل بسرعة أو اللي يأكل على فترة طويلة أو يمغب الأكل بشكل جيد ولا واضح لا؟ واضح أخوي أبو شاهين وإن شاء الله بتسمع الرد حاليا من الدكتور حيدر وشاكرين تواصلك مع برنامج صحة وسعادة شكرا لك. جزاك الله خير مشكورا لك. دكتور حيدر أبو شاهين يسأل عن السرعة في مضغ الأكل. أنت يمكن ذكرت في البداية يعني المضغ الصحيح في الأكل فهو يربط الموضوع بموضوع الـ يعني أن الشخص يعني ممكن أنه يعمر أو يعيش سنوات عمر طويلة بسبب يعني صحة الهضم أو يعني يكثر من يعني مرات مضغ الطعام قبل البلع فمدى ما مدى صحة الموضوع هذا؟ طبعا اللي هو في النهايه في يعني الصحه للجسم السليم والصحه السليمه لا شك تؤدي الى ان الواحد ممكن اذا ربنا طبعا كتب له عمر ممكن يكون اطول ولكن احنا دائما الحل يكون وسط لا ان سرعه شديده في البلع ولا ان يكون مبالغ فيها ساعه ساعه ونص يعتبر يعني كنحن اذا ناخذ المعدل عاده الانسان يخلص الوجبه بين نص ساعه لغايه مثلا 40-45 دقيقه هي المفروض اللي هو الوضع السليم اوكي ولكن مثلا فرضا بخمس دقائق أو عشر دقائق خلص الوجبة بشكل سريع طبعا يأثر غير مسألة حتى لو ما كان عنده مشكلة في البلع بالنسبة للهضم داخل المعدة يتعب المعدة صحيح. فلازم أنه يكون بأرياحية وأيضا في منهم يكثرون من شرب السوائل أو الماء أو الشاي مثلا أثناء الوجبة فنحن ما ننصح بكثرة السوائل ولكن إذا كان من النوع اللي عنده مشاكل أنه يشعر بنوع من الجفاف ممكن قريبا معدل 3 أو 4 لقمات ممكن ياخذ اللي هي يشرب شيء بسيط من الماء ولكن ما يكثر في منهم يبالغون جدا في السوائل او يشربون بيبسي والامور هاي صحيح. فطبعا هي شيء ما ننصح فيه صحيح. دكتور حيدر علي وريدان اخصائي علاج نطق بهيئه الصحه بدبي شكرا جزيلا لك شكرا لوقتك دكتور شكرا لمعلوماتك الطيبه ويعطيك الف عافيه وان شاء الله دائما بتكون هناك يعني مواضيع وحلقات ان شاء الله مستقبلا معك حول مواضيع مختلفه شكرا جزيلا دكتور العفو العفو تشرفنا
الله يحييك مستمعينا الأعزاء. ومن فقرة أنماط الحياة وكنا أو كان معنا الدكتور حيدر حول موضوع صعوبات النطق. بنطلع وياكم فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان السمنة عند الأطفال وارتباطها بجائحة كورونا. بتكون معنا اليوم الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي استشارية غدة صماء والسكري أطفال في مستشفى لطيفة، وبإمكانكم التواصل معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل لفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان السمنة عند الأطفال وارتباطها بجائحة كوفيد-19. للتفاصيل هذا الموضوع معانا عبر الهاتف الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي استشارية غدة صماء والسكري أطفال في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة. دكتورة ليلى صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور يا مرحبا. الله يحييك دكتورة، نحن اليوم سعيدين يعني بوجودك معنا، وأيضا الموضوع للحديث عن موضوع السمنة عند الأطفال وكيف ارتباطها بجائحة كوفيد-19. طبعا هناك الكثير من التساؤلات، كيف علاقة كوفيد-19 مع السمنة عند الأطفال؟ لو تحدثينا في هذا الجانب دكتورة ليلى. نعم، بداية شكرا على الاستضافة، ولازم نكون منتبهين أن كلمة السمنة تختلف عن كلمة أو تعريف السمنة عن تعريف زيادة الوزن خاصة عند الأطفال، لأن بداية يكون في زيادة في الوزن أو زيادة في كتلة الجسم بالنسبة للطول والوزن، وبعدين يدخل الطفل أنه يوصل لمرحلة السمنة. نعم. وهذه الجائحة الله يكفينا شرها إن شاء الله أجمعين قريبا إن شاء الله إن شاء الله. مهم جدا أن نكون منتبهين أن كيف ممكن يأثرون على بعض السمنة وزيادة الوزن وهذه جائحة الكورونا. طبعا صحيح دكتورة، كيف ممكن يعني يكون هناك في علاقة مرتبطة بين موضوع سواء زيادة الوزن أو السمنة ومع موضوع كوفيد؟ يعني ما هي العلاقة بين الشيئين؟ نعم، طبعا الحين في هاي الفترة كثير من النشاطات اللي الأطفال كانوا يمارسونها بشكل بدون ما هم يحسون أنها طبيعية الحين انجبروا أو انفرضت عليهم أن يقللون منها، مثل يعني الطلعات، أماكن الألعاب، أماكن الزحمة، أو أنهم يتلاقون مع أطفال في نفس سنهم. فالعوائل وايد قللت هذه الزيارات، والمدارس عندهم نظام، بعض المدارس عن بعد، بعض المدارس صحيح نظام مرن. فهاي الأسباب أثرت من خلال هاي الجائحة أن الطفل تكون حركته أقل أو نشاطه أقل أو أنه يتبع عادات بدون ما يكون منتبه أنه تزيد من احتمالات السمنة، أو أن تغير في تعرضه لهاي الضغوط النفسية اللي تدفع الطفل أنه يتناول مثلا أكل أكثر أو أكل غير صحي، أو أنه يزيد مثلا الطلبات من المطاعم. فهاي بدون ما يكونون حاسين يعني طريقة نمط الحياة تغيرت عندهم، فهاي كلها عوامل ساعدت أن يزيدون في الوزن. صحيح. عن طريق هاي العادات الغير صحية،
انهم استسهلوا وهم انهم جالسين في البيت مثلا ان يتصلون او يطلبون حلويات او اكل غير صحي بسبب الملل، بسبب الضغط النفسي، بسبب ان يعني ما يقدرون يطلعون او يتلاقون مع اصدقائهم. يعني هاي العوامل اللي بشكل غير مباشر اثرت ان صحيح. ان يزيد الوزن عندهم. نعم. يعني طبعا هاي يقلل من النشاط. صحيح ايضا دكتوره هناك يعني كثير من ايضا مثل ما ذكرتي هاي الاسباب، وايضا هناك بعض الممارسات الغير صحيحه يعني كنمط حياه، السهر والزياده في الاكلات اللي فيها نسبه الدهون وايضا نسبه السكريات اللي من خلالها ممكن ان يبدا الطفل في زياده الوزن ويصل إلى مراحل مثل ما تفضلتي السمنة. دكتورة، شو دور الأهل يعني للتجنب عن هاي الأمور سواء كانت المسببات أو حتى يعني زيادة في وزن الطفل خلال هاي المرحلة؟ الأهل أنا أطلب منهم أن ينتبهون للأشياء اللي ترتبط بالسمنة. أهم الأسباب أن الأهل يكونوا منتبهين من العصائر السكرية لأنها فيها نسبة سكر عالية جداً. صحيح. ينتبهون أن الطفل يشرب ماء بدل ما يشرب عصير، أو أن دائماً أنا أنصح الأهالي إذا هو مثلاً طفل وايد يحب العصائر أنه يخففه دائماً بماء. يعني هاي نصايح بسيطة لكنها للطفل تأثر وايد، يعني الأثر يكون جدا مهم. وممارسة تمارين رياضية بشكل كافي، يعني أن ينتبهون أن يكون عندهم فرصة أن يمارسون تمارين رياضية. طبعا الحين الجو يساعد، الجو زين، يعني ما بلازم يعني البيت يكون مثلا له مساحة، ممكن يعني يطلعون شوي مع أهاليهم، ما بلازم يروحون مثلا مكان هذا لأن الجو يساعد. وبعد أطلب من الأهل إن ينتبهون على طبعا الحديث الشائع عند كل البيوت، الإدمان على التكنولوجيا والألعاب صحيح. الإلكترونية اللي ما فيها نشاط حركي، وما ننسى طبعا الضغوطات النفسية اللي يمرون فيها الأطفال في هاي الفترة، إن يعني هذا شيء جديد عليهم، إن يعني محرومين من وايد أشياء، يسمعون إن العواقب ويسمعون الأخبار ويسمعون الحالات، وهي أشياء يعني طبيعية من حولنا. فالطفل تفكيره غير، دائما يخاف، دائما يقول ليش، يدور على الأسباب. فهاي كل العوامل الاجتماعية والضغوطات النفسية تأثر على السمنة بطريق غير مباشر، إنه تزيد كتلة الجسم. صحيح. نعم. دكتورة، قبل أن ننتقل للحديث معك عن يعني متى يجب على الأهل أو سواء الأم أو الأسرة بالذهاب الطفل إلى الطبيب، أنا حاب بالحقيقة أتحدث معك كونك استشارية غدد صماء، والسكري أكيد طبعا أحد الأسباب الرئيسة لإصابة الأطفال بالسكري هي النمط الحياة الغير صحيحة وأيضا زيادة الوزن. لو نتطرق لهذا الجانب على السريع دكتورة. نعم، أحب بس أنبه الأهالي إن الأطفال عندنا بشكل عام يعني نحاول أن نبتعد عن العقارات الدوائية. يعني الكبار سهل تقول لهم بنستخدم الأدوية اللي تساعد على امتصاص الدهون أو تساعد على امتصاص السكر، ولكن الأطفال وايد مهم أن يتعود على عادات غذائية صحية، أن يتعود على النشاطات الرياضية والممارسات، أن يتعود الأهل ينتبهون أن تخفيف من الأجهزة والحاسوب. وطبعا معروف أن ما يتمون كل مرة أكثر من ساعتين متواصلات، وزيادة النشاط واللعب. ومتى يتوجهون للمستشفى؟ طبعا احنا عندنا منحنيات نمو معتمدة من هيئات معتمدة في العالم اللي هي CDC والWHO اللي فيها المنحنيات النمو في الطول والوزن وكتلة الجسم. صحيح. اللي هي كتلة الجسم يسمونها BMI. فالمؤشر الكتلة هاي إذا زادت عن الحد الطبيعي أو عن المنحنى 50 يكون الطفل عرضة أنه يكون في مستوى زيادة الوزن. بعدين عقب ما يطوف المنحنى 90 يكون معرض للسمنة. فهاي الحسابات عن طريق هاي الحسابات المعتمدة عن طريق كتلة الجسم والطول والوزن
احنا نشوف ان الطفل بدأ يدخل في زيادة الوزن ويكون معرض للسمنة نقابلهم عنا عيادات خاصة بهالشيء، وما نقول ان هذا طفل ما بيتعرض لا سمح الله للارتفاع الكوليسترول او ارتفاع ضغط الدم، لا، في هالأشياء موجودة ولازم الأهل ينتبهون عليها، يعني ان ما يتركون الطفل اذا هو زايد وزنه عن الزيادة الطبيعية ان يهملون هالشيء ويقولون هذا طفل يعني اوكي هو ما تستوي له المضاعفات طبعا بطريق مباشر، لكن يعرضهم ان عقب فترة ان يكونون معرضين في سن ابكر لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكر. طبعا هاي كلها دراسات تشير لها الشيء. مثلا عندكم في امريكا من عقب 8 سنين الأطفال اللي يشوفون أن عندهم زيادة في الوزن على طول يطلبوا لهم فحص دهون وهم صايمين، يعني مثل طريقة وقائية أن ينتبهون عليهم. والدراسات بعد أشارت أن في العالم كله في حاليا 42 مليون طفل مصاب بزيادة الوزن، وهذا عدد مو قليل يعني على population أو على مجتمع العالم كله. صح دكتورة. طبعا ذكرتي انت جانب مهم جدا اللي هو يعني الوزن ويعني المستوى الصحيح او الطبيعي بالنسبة للطول على الوزن اللي هي البي ام اي. انا اتوقع ان في كثير من الحالات او الاحيان الاهل ما يلجؤون للطبيب في مرحلة زيادة الوزن، يعني يتوجهون إلى الطبيب في مرحلة مثل ما تفضلتي أنت دكتورة أن في فرق بين زيادة الوزن والسمنة. هم دائما أتوقع يتجهون إلى الطبيب في مرحلة السمنة بعد ما يتم يعني هناك بعض الأعراض، ظهور بعض الأعراض على الطفل ويعني بعض المشاكل يمكن الصحية، فمن ثم يلجأ الأهل للاتجاه أو للذهاب إلى الطبيب. فشو تنصحين دكتورة في هذا الجانب؟ نعم، احنا ننصح ان ان السبب مو دائما بعد يكون السعرات الغذائيه وقله النشاط، ممكن يكون في اسباب مرضيه لها سبب، يعني يستفيدون من هالزياره ان احنا نبحث الاسباب من 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 الجانبين. يعني مرات مثال يكون عندهم قصور في الغده الدرقيه اللي بعد يزيد فيها وزنهم، فعيادات التخصص عندنا في مستشفى لطيفة وعيادة الغدد الصماء بالذات يعني تبحث في هاي الجوانب المرضية بعد، يعني عشان شيء يعني العيادة الزيارة هذه جدا مهمة عشان نشوف شو أسباب هاي السمنة. وبالنسبة لموضوعنا الكوفيد 19 أكثر الأسباب تكون بسبب زيادة السعرات. في دراسة بعد حديثة سووها في أمريكا على 280 طفل مصابين بالكوفيد من اللي كانت حالتهم يعني أكثر من مستقرة في المستشفى من الحالات اللي كان عندهم مضاعفات، والدراسة هاي بينت إن 34 نسبة السمنة كانت 34% في 280 طفل، فالسمنة عامل يعني هذيل عفوا دكتورة مصابين بكوفيد. نعم مصابين بكوفيد وكانوا في المستشفى لأن عندهم مضاعفات، يعني عندهم مشاكل في التنفس، ولقوا أن 34% من هالأطفال اللي موجودين ومصابين وعندهم مضاعفات عندهم سمنة. هاي أجدد دراسة إن نعم مرتبط، نعم يأثر أيضا عرضهم دكتورة يعني للإصابة بكوفيد. أيضا نعم وما ننسى إن السمنة تأثر على الجهاز التنفسي، فحتى الأطفال اللي زايد وزنهم دائما إحنا ننتبه إن إذا هم يقدرون يرقدون في الليل بدون ما يكونون محتاجين لكمية أكسجين زيادة. في دراسات خاصة احنا نسويها نشوف مستوى الأكسجين في الدم وهم نايمين، يعني لأن مرات نخاف عليهم ان يكونون عرضة لا سمح الله للاختناق وهم نايمين إذا نقص عندهم الأكسجين بسبب السمنة.
صحيح. أنت دكتورة في البداية تطرقتي إلى جانب الحقيقة مهم جدا، بأن في حالة إذا وصل الطفل لمرحلة البدانة والسمنة، طبعا أكيد تكون لهناك بعض الآثار يعني الجانبية من هذه الآثار الجانبية، هي الجانب النفسي ممكن يتأثر فيها. لو نتطرق دكتورة على السريع على هذا الجانب، ومن بعد هذا بناخذ أيضا، أن سمعنا أن في مستشفى لطيفة عندكم برنامج دكتورة متكامل يعني حماية هذه الأطفال أو علاجهم، لا يختصر فقط على الطبيب، وإنما أيضا هناك في الجانب الغذائي، مثلا أخصائية التغذية أيضا معاكم دكتورة لها دور حيوي في وضع يعني مثلا برنامج غذائي متكامل حق هذا الطفل. نعم، احنا الحمد لله ما شاء الله في مستشفى لطيفة عندنا عيادة السمنة رابطينها مع عيادة التغذية التخصصية الخاصة للأطفال فقط، فنفس اليوم الأهل يون يدخلون عندنا في عيادة الغدة الصمال والسمنة، وفي نفس اليوم يسجلون ويدخلون عند أخصائية تغذية متخصصة للأطفال ومشاكل السمنة، وفي نفس الوقت عندنا عيادة متكاملة للعوامل النفسية، إذا عندهم توتر أو ملل أو الوالدين يحسون أن عندهم مشكلة ممكن يساعدونهم أن يتغلبون عليها، عندنا عيادة نفسية يعني تساعدهم، عندنا أخصائية نفسية، عندنا قسم كامل من أخصائيين نفسيين يساعدونهم أن يتغلبون على هاي المشاكل أو هاي الظروف أو المرتبطة بالسمنة والكوفيد والعوامل النفسية. صحيح. دكتورة ليلى، في آخر دقيقة شو تحبين تنصحين مستمعينا الأعزاء حول موضوع السمنة عند الأطفال، وبالأخص يعني المرحلة اللي نحن نعيشها في هذا الوقت مع كوفيد 19؟ نعم، أنا طبعا أشكركم على التطرق لهذا الموضوع المهم اللي يمكن يعني ما يكونون الناس منتبهين عليها. هو مهم أن السمنة طبعا أن لا سمح الله تؤدي إلى داء السكري من النوع الثاني، تأثر على الكوليسترول في الأطفال، لازم يكونون يعني المجتمع منتبه لهالشيء، وعلى ضغط الدم وعلى مشاكل التنفس واضطراب النوم لدى الأطفال. فحتى السمنة مرات السمنة الزايدة ممكن تؤدي إلى كسور في العظام أو كسور في منطقة الحوض، أن يكونون عرضة لها كلها بسبب الوزن الزايد، وهذه الحالات موجودة عندنا وإحنا نشوفها. فأحب أنبه لهالشيء، وأحب أنبه الأسر أن ينتبهون أن من خلال هاي الجائحة ما ينسون نفسيات أطفالهم، يعني أن يعوضونهم كثر ما يقدرون بنشاطات أو يستغلون الجو أو ينتبهون للنمط الغذاء الصحي عندهم في البيت. والثقة بالنفس لدى الطفل وايد مهمة، أن نفسية الطفل دائما جدا مهمة، أنه يكون واثق في نفسه، واثق من مظهره، وأنه ما يدخل في اكتئاب لأنه هم جدا حساسين. نعم. صحيح. دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشارية غدد صماء وسكري أطفال في مستشفى لطيفة. دكتورة، سعيدين جدا في وجودك معنا اليوم، وشكرا للمعلومات القيمة، وألف عافية لك وأيضا لفريق العمل المبدع معك لتقديم هاي الخدمات المميزة الحقيقة ولهاي الفئة المهمة الأطفال. شكرا جزيلا. عفوا، أشكركم. شكرا. مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي وموضوع السمنة عند الأطفال وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.